طبعا تحتوي الخامات الحامضة على نسبة عالية من كبريت الهيدروجين، نظرا لأن العديد من ركبات الكبريت العضوية غير مستقرة حراريا، غالبا ما يتم إنتاج طبعا كبريت الهيدروجين أثناء معالجة الخام. تعتبر من خامات عالية الكبريت غير مرغوب بها للمعالجات تيارات المصفى المختلفة. الكبريت الهيدروجين الحمضي يزيد من تكاليف الإنتاج الموجودة. مركبات الأكسجين، طبعا تعتبر مركبات الأكسجين موجودة بالزيوت الخام أكثر، نقدر نقول عليها أكثر تعقيدا من الموجود، تعتبر أكثر تعقيدا في زيوت الخام أكثر من مركبات الكبريت، لأن أحماض النفثيك الموجودة طبعا جزء من النفثة هي أهمية تجارية خاصة، يمكن استخلاصها باستخدام محلول نسميه كاوي مخفف. وعادة ما يكون محتوى الأكسجين في البترول أقل من 2%، على الرغم من الإبلاغ عن كميات أكبر. مثل ما لاحظنا المعقدة تكون أكبر من مثل ما قلنا نفتح مركبات النيتروجين. طبعا يا شباب عادة ما تكون مركبات زيوت الخام منخفضة المحتوى من 0.1 إلى 0.9، وعادة ما تكون أكثر ثبات من مركبات الكبريت. طبعا لازم نشير إلى وجود النيتروجين بالبترول له أهمية كبيرة بالتأثير في عمليات الأصفان، ما يمكن توقعه من الكميات الصغيرة الموجودة. مثل ما نلاحظ هنا الكميات الموجودة بالنسبة للرايدين إيكولاين وكذلك بنزولايت وغيره. هنا كل دولة مثل ما تلاحظون عملية التقطير مالتن توصل تنقسم إلى قسمين، سلسلة متصلة وغير متصلة. هاي السلسلة تنقسم أيضا، هذا شرح تفصيلي مخطط تفصيلي اللي شرحناه سابقا. طبعا مجموع المكونات الأربعة اللي حكينا عنها طبعا تساوي 100%، ويتم استبدال خسارة أحد من محتويات أخرى. من المثلث اللي وضعه طبعا العالم تومسون وويلت، يمكن التعرف إذا ما كانت عينات الزيت الموجودة المأخوذة من الحقل العادية لو ثقيلة، وما إذا كانت تعرضت لعملية تآكل بيولوجي من إسقاط قيم تحليلات حجم النفط بالنسبة للعينات اللي يتم تحليلها بهذا الشكل. نجي نشوف هنا مثل ما حكينا عنه، كل ما أنت تتوجه إلى هذا المكان كل ما يحتوي على المركبات هاي وهاي راح يتوجه نحو الهيفي، لكن كل ما توجه لهاي الجهة اللي يحتوي على مركبات الأروماتية وكذلك يحتوي على الاستراتيل، هذا يكون نقدر نعتبره اللايت أو الخفيف. نجي على تقسيمات بالنسبة للكريد أويل. طبعا يتم تصنيف الأنواع المختلفة من النفط الخام بناء على الجاذبية واللزوجة. طبعا الـ API المعروف، ويعرف النفط الخفيف بأنه يحتوي على جاذبية الـ API أعلى من 31.1 درجة، ويعرف النفط الخام المتوسط بأنه يحتوي على جاذبية API بين 22.3 درجة و 31.1 درجة. يمكن تعريف النفط الخام الثقيل على أنه يحتوي على شنو؟ على الـ API أقل من 22.3. طبعا نشأت المصطلح السويت اللي نقدر نقول عليه شلون نقدر يعني نعطي كلمة الحلو أو السويت الموجود من انخفاض مستوى الكبريت اللي يمنع الزيت طبعا الموجود طعمه حلو خفيف رائحة لطيفة. يشيع استخدام طبعا النفط الخام عالي الجودة ومنخفض الكبريت لمعالجة البنزين، طبعا هو مطلوب بشدة لا سيما بالدول الصناعية. النفط الخام الخفيف هو أكثر أنواع النفط الخام رواجا لأنه يحتوي على جزء كبير وبشكل غير متناسب، ويتم معالجته مباشرة تجزئة إلى البنزين النفط والكيروسين والديزل عالي الجودة وزيت الغاز. مثل ما نلاحظ أنه الدول الموجودة عندي عندك الصين إندونيسيا ماليزيا وغيرها. نجي على الحامض، البترول الحامض اللي يحتوي طبعا على مستويات أعلى من الكبريت والنفط الخام. النفط الخام
النفط الخام الحامض هو النفط اللي يحتوي على كمية عالية من الكبريت والشوائب. مستوى النفط أكثر من 0.5%، يجب إزالة طبعا هاي الشوائب قبل أن يتم تكريرها. هذا النفط الخام منخفض جودة للبنزين، وبالتالي زيادة تكلفة معالجة البنزين أعلى سعرا من ذلك من المصنوع من النفط الخام السويد اللي قلنا عليه. وتم معالجة النفط الخام الثقيل مثل الديزل وزيوت الوقود بدلا من البنزين لتقليل تكلفة طبعا المعالج، من يعالج البنزين تكون أعلى. وطبعا لأن استخدام النفط الخام أو خام الكبريت الموجود أكثر شيوعا من الخام نقدر نقول على السويد في الجزء الأمريكي من خليج المكسيك، فقد طبعا عندك أصدر بال 2009 معيار جديد للخام الحمضي يسمى علامة خام الأمريكيتين ACM، تم استخدام كل من نفط دبي ونفط عمان كمعيار النفط الخام بالشرق الأوسط لبعض الوقت. المنتجون الرئيسيون للنفط الخام الحامض هي أمريكا الشمالية وجزء من الولايات المتحدة من خليج المكسيك وأمريكا الجنوبية فنزويلا كولومبيا إكوادور الشرق الأوسط والمملكة العربية المتحدة العراق سوريا ومصر. مثل ما عدنا بهذا التوزيع تلاحظ هنا التوزيع بالنسبة لكريدوير، هذا شيء تفيدك للمستقبل تطلع عليه تحتفظ به شباب. يعتبر طبعا مزيج برنت الموجود في بحر الشمال وأكبر وأهم تصنيفات النفط الخام مع جاذبية الـ API 38.3 ودرجة 0.37 من الكبريت. وهذا المزيج من النفط الخام يأتي من طبعا 15 حقل نفطي في الشمال أو في بحر الشمال. إلى هنا تنتهي محاضرة الجيولوجيا النفط اللي داخل الامتحان.